الخير واهلا وسهلا بكل جمهور السادسه. مبروك مقدما درع الدوري تقريبا في الجزيره. اللي يفضل لنا ثلاث نقط نقدر ان شاء الله باذن الله نحسمهم بكل سهوله وبكل اريحيه، واللي يبقى شغل الشاغل لينا مش بس تحقيق بطوله الدوري، لكن الحقيقه قدامنا وقدام الجيل ده وقدام الاداره الفنيه بقياده فايلر عدد كبير جدا من الارقام القياسيه اللي من الممكن الحقيقه السيزون ده انه الاهلي يحققها ويكسر بيها ارقامه القياسيه السابقة. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من السادسة، ومساء الخير يا سارة. مساء الخير عليك يا أحمد، مساء الخير على حضراتكم. والحقيقة طبعا مبروك مقدما للفوز بالدوري المصري عقبال أفريقيا إن شاء الله. وقبل ما ندخل في عناويننا وفي أخبارنا وأخبار الدوري المصري، حابة بس أرجع لقطة كده في الدوري الإنجليزي. الحقيقة أنه من امبارح الصحف الإنجليزية بتحتفل بهاتريك محمد صلاح في مرمى ليدز في المباراة الافتتاحية في الدوري الإنجليزي، والحقيقة أنه كله بيشيد بأداء صلاح وقد ايه كان قدم واحده من افضل عروضه الحقيقه امبارح في مباراه ليدز. وده مش كلامي انا يعني، ده كلام كمان يورجن كلوب اللي شايف قد ايه صلاح اداؤه امبارح كان استثنائي وانه يستحق الهاتريك ويستحق ان هو فعلا كان ضاغط جدا على ليدز وكان بيقدم اداء رائع جدا في المباراه. لكن كمان احنا في مصر هنا مش بس بنحتفل دايما بصلاح ومبسوطين بيه بان هو بيشرفنا في العالم كله، احنا كمان زي ما بنحتفل بالتالق بان هو موسم عن موسم بيثبت نفسه وموسم عن موسم بيخرس السنه كل واحد فكر في يوم يقول ان هو رجل الموسم الواحد، لكن كمان كنا بنحتفل بصلاح الانسان. حقيقه احتفال محمد صلاح بعد الهدف على طريقه مؤمن زكريا لاعب الاهلي المصري لفته طيبه جدا منه، الحقيقه لفته فرحتنا كلنا انه قد ايه مؤمن محتاج حاجه زي دي. ممكن تبان بسيطه لحضراتكم بس الحقيقه ابسط حاجه فعلا ممكن نقدمها للاعب مؤمن زكريا هو الدعم المعنوي ده، وانه الناس دلوقتي كلها يعني مؤمن زكريا كسب تعاطف العالم كله يا احمد. الناس صحيح. دلوقتي كلها كانت بتسال امبارح وانا بتفرج على الماتش التحليلي على احد القنوات العالميه على الاستوديو التحليلي انه الناس كلها بتسال هو ليه محمد صلاح عمل كده، لاعب عالمي في اي حركه بيعملها في اي مباراه اكيد الناس بتسال عنها. فكل الناس عرفت لا انه محمد صلاح بيعمل ده عشان هو بيدعم لاعب مصري بيمر بظروف صعبه. الحقيقه لفته طيبه جدا يا احمد وتحترم من محمد صلاح ومتوقع. الاحساس نعمه، ومحمد صلاح الحقيقه قمه وغايه في الاحساس، وما بيتهيأليش ان هو كان بيبعت رساله لاي حد غير مؤمن زكريا نفسه، وبيتهيألي انه رساله وصلت. وبالمناسبه معانا كلام كتير جدا عن صلاح، خصوصا انه ماتش امبارح كان فيه كواليس صعبه شويه ما قبل المباراه، واللي تابع مباراه ليفربول وليدز يلاقي حتى انه رياكشنات صلاح حتى رغم احرازه هاتريك في المباراه، ودي بدايه قويه جدا في بدايه سيزون، ترفع من روح المعنويه وان شاء الله باذن الله يكمل على نفس المستوى. لكن الحقيقه يلاحظ انه ما كانش في حاله الفرحه الكبيره جدا، وده هنتكلم فيه بالتفصيل مش بس عن صلاح، عن كل نجومنا المحترفين في اوروبا في واحده من فقراتنا النهارده. خلونا نبتدي مع حضراتكم حلقتنا مجموعه من الاخبار واهم العناوين. الاهلي يختتم اليوم استعداداته لمواجهه الاتحاد غدا. فايلر بيدرس اعاده الشيخ للتشكيل الاساسي امام الاتحاد. تقارير مغربية بتقول جسامة حكما لمباراة الأهلي والوداد. اتحاد الكرة يقرر إقامة مباراة الأسابيع الأخيرة في توقيت واحد. مصدر بالجبلية بيقول إجراء الانتخابات لمدة 4 سنوات بيعرضها للبطلان. امبابي يطلب الرحيل عن باريس سان جيرمان. مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه في السادسه. طبعا حضراتكم عارفين من ساعه ما انتهت مباراه الاسماعيلي اللي الاهلي فاز فيها بنتيجه 3-0 وقدم الحقيقه عرض في الشوط الثاني اكثر من مطمئن واكثر مش هقول رائع الحقيقه، لسه الاهلي على الروعه شويه، بس الحقيقه بنطمن ماتش عن الثاني على الفرقه وبنطمن على مستوى الاداء، والنقط دي الحقيقه امر محسوم. يعني كلمت حضراتكم انه احنا بعيد جدا، وعشان كده كنت ببارك لحضراتكم انا وساره مبروك مقدما ان شاء الله باذن الله درع الدوري في الجزيره. الاهم من كده انه من ساعه ما قفلنا صفحه الاسماعيلي فتحنا صفحه الاتحاد، والفريق مستمر في معسكر مغلق بيستعد طبعا لماتش بكره اللي ان شاء الله باذن الله نفوز فيه ونحسم الدوري. احنا مش مستنيين حاجه من حد، احنا بنحسم كل حاجه بايدينا. لكن زي ما قلت لحضراتكم الاهلي قدامه مشوار مهم جدا، ودايما واحد من اهم الحاجات اللي بتحفز اللعيبه او بتدي شحنه كده ايجابيه للاعبين هي القدره لكل جيل، بين كل جيل والتاني دايما في منافسه في الاهلي.
البطولات بتيجي طول الوقت، لكن ازاي تحط اسمك او تخلد اسمك في سجل التاريخ بالنسبه للاهلي انك انت تحقق رقم قياسي. والتيم بتاعنا السنه دي، السكواد بتاع الاهلي السنه دي، عنده اكتر من فرصه لكسر الارقام القياسيه. اكبر عدد من النقط فاز بيها الاهلي في مشواره في حسم بطوله الدوري كان 88 نقطه. السنه دي عندنا ان شاء الله باذن الله وربنا كرمنا ووفقنا واللعيبه مركزه كده لغايه اخر لحظه في الدوري، بعد ما نخلص بقى من فكره الدرع وحسم البطوله ممكن نوصل 95 نقطه. عندنا كلين شيتس اعتقد 23 مباراه رقم قياسي. الشناوي عنده فرصه كبيره جدا يدخل التاريخ من اوسع ابوابه لو كسر الرقم ده. وبالمناسبه الشناوي السيزون ده 19 كلين شيت. اكبر عدد من الاهداف سجله النادي الاهلي كان 75 هدف في موسم واحد. احنا السنه دي او السيزون ده بنتكلم في 63، فاعتقد برضو عندنا فرصه كبيره جدا نكسر الرقم ده، بالاضافه كمان لشويه ارقام قياسيه فكه كده ممكن نعملها السيزون ده. صار يمكن زي ما بتقولي احمد، يعني بعد ما رجعنا من فتره التوقف الحقيقه كل اكيد كل الفرق في كل العالم في تصاعد مستمر، لانه بعد فتره التوقف فتره كبيره اللعيبه مش بتلعب، بس دلوقتي كله كل ماتش بنشوف اداء احسن من الماتش اللي قبله. يمكن ماتش الاسماعيلي فعلا في الشوط الثاني كان الاداء مطمئن، لكن هو ده الطبيعي احمد انه يبقى فيه تصاعد في الاداء ده في كل انديه العالم. يمكن النادي الوحيد هو كان بايرن ميونخ، هو الوحيد اللي من بعد التوقف فعلا كان ماشي كويس قوي. بس احنا بنتمنى طبعا انه باذن الله اللعيبه ترجع بكره باذن الله من اسكندريه بالدوري، ونبارك بقى لحضراتكم رسميا ان شاء الله. عايزين نقول لحضراتكم كمان الاهلي خلاص بياخد تمرينه الاخير النهارده استعدادا لمواجهه طبعا الاتحاد بكره على ملعب برج العرب في منافسات الجوله 27 من بطوله الدوري الممتاز. طبعا الفريق هيخوض التدريبات على ملعب الفرعي لاستاد برج العرب بعد ما قرر فايلر ان هو يفضل في اسكندريه وما يرجعش القاهره بعد مباراه الاسماعيلي. يمكن كمان يا احمد فايلر بيدرس ان هو يعيد احمد الشيخ للتشكيل الاساسي بعد ما سجل الهدف الثالث في مباراه الاسماعيلي. انت مش هيبقى ده السبب الوحيد، يعني انا شايف انه الشيخ من اللعيبه اللي ماشيه كويس قوي الفتره اللي فاتت ويستحق التواجد بشكل فورمه قوي الفتره دي. عايز هو بيبان على اللعيبه على فكره، يعني حضراتكم من 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 مستوى اللعيبه في اكثر من مباراه تقدر تحكم وتقيم انه الراجل ده عايز يكون موجود ولا لا، عايز يقدم حاجه للاهلي وجمهوره ولا لا. والشيخ من اللعيبه دي اللي بقى له فتره كده تحس، وانا قلت الحقيقه من الاول خالص، يعني من اول ما اتكلمنا بعد عوده الدوري، انه الشيخ من اللعيبه اللي عندها كوره كويسه قوي. والولد ده الحقيقه لو اشتغل على نفسه وما وقفش على تطوير مستواه عند حد معين، انا اعتقد انه الشيخ الحقيقه يصلح انه يكون واحد من اكبر نجوم الكره المصريه، مش بس في نادي الاهلي، بتكلم على مستوى مصر كلها. فالراجل الحقيقه هيديله، لانه الراجل شايف انه مقدم من بعد العوده كذا ماتش قدم شيخ فيه مستوى كويس جدا، حتى في الماتشات اللي غاب فيها للاصابه البسيطه اللي حصلته لما رجع تاني ما حسيناش انه الراجل راح بعيد. جيرالدو طبعا علامه استفهام، يعني الراجل اداله كتير جدا، وانا متفهم طبعا انه انت عندك لعيب محترف عايز تستفيد بيه، مش عايز تكسره، مش عايز لكن اعتقد انه الشيخ يستاهل يبقى موجود على حساب جيرالدو في الفتره اللي جايه، ونتمنى انه جيرالدو يراجع نفسه، لانه برده مقاوماته الى حد كبير من ناحيه السرعه والمهاره موجوده، لكن في حاجه غلط في الكيمياء بتاعته، يعني في حاجه في التركيبه نفسها مش مفهومه بالنسبه لنا. بالمناسبه الحقيقه الكلام طبعا في كل الاوقات والاهتمام من جمهور النادي الاهلي في كل الاوقات على بطوله افريقيا. النهارده ويمكن ده واحد من اخبارنا بيقول انه في تقارير مغربيه كانت بتتكلم او كشفت انه تم تعيين الحكم الجامبي بكاري جاسما عشان يدير مباراة الأهلي في نصف النهائي أمام الوداد في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. طبعا حضراتكم عارفين أنه مفترض أن الأهلي هيقابل الوداد والزمالك هيلعب مع الرجاء. مباراة الذهاب هتكون في المغرب ومباراة العودة هتكون في مصر. لكن الحقيقة أنا طبعا يعني أعتقد بشكل كبير جدا أن هذه التقارير غير صحيحة على الإطلاق، والسبب في ده أنه بكاري جسامة نفسه كان حكم لآخر مباراة للأهلي في دوري ابطال افريقيا، تحديدا مباراه سان داونز، ولائحه الاتحاد الافريقي بتمنع انه نفس الحكم يدير مباراتين متتاليتين لنفس الفريق، فاعتقد انه هذه التقارير غير صحيحه، وان صحت فاعتقد انه الاتحاد الافريقي امام مشكله اداريه كبيره جدا.
نروح للجنة الخماسية باتحاد الكرة اللي قررت إقامة مباريات الثلاث أسابيع الأخيرة في توقيت واحد، وده طبعا بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية، وتحديدا اللي بتنافس على الهبوط والأندية اللي بتنافس برضو على المربع الذهبي بعد ما خلاص اقترب النادي الأهلي من حسم لقب الدوري. اللجنة الحقيقة أرسلت جدول مباريات الدوري للجهات الأمنية علشان يوافقوا عليها قبل ما يتم الإعلان عنها، خاصة بعد قرار الاتحاد الإفريقي بتأجيل مباريات طبعا نص نهائي دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه. حضراتكم عارفين ان اتحاد الكره كان اعلن مواعيده وملاعب مباريات الدوري العام لحد الاسبوع ال 27 بالدوري، وده طبعا انتظارا لقرارات الكاف على ان يتم اعلان مواعيد المباريات اللي جايه من عمر الدوري خلال ال 48 ساعه اللي جايه. اعتقد ده من باب طبعا اعلان تكافؤ الفرص، ومن باب نفس الوقت انه يكون في مزيد من الشفافيه. واعتقد انه تأجيل قبل نهائي أفريقيا مش بس يعني أفاد الأندية اللي بتشارك، سواء الوداد اللي بيعاني من مشاكل كبيرة جدا بسبب إصابة عدد كبير جدا من لاعبته بفيروس كورونا، لكن كمان بيتهيألي إنه خرجنا من مأزق الديدلاين أو اللي كان 20 المهلة أكتوبر الأخيرة بالظبط كده اللي تم تحديدها من قبل الاتحاد الأفريقي لكل الاتحادات الأهلية، اتحادات الكوره يعني في القاره الافريقيه، عشان يقدموا الفرق اللي هتشارك في مسابقات الاتحاد الافريقي السيزون اللي جاي. كانت ازمه كبيره قوي يا احمد، وكانت هتدخل الاتحاد في مشاكل مع الانديه. دي عارفه من نوع الازمات اللي ملهاش حل. بالظبط. وبعدين احنا عندنا مبدا اتفقنا الا نتفق، انت عارف المبدا ده راسخ عندنا، يعني صح. في مشكله يا جماعه يلا نعمل حاله صراع، يعني ما فيش حد بيفكر في الحلول قد ما بيفكر في انه يبقى في حاله صراع نستمتع بيها كده تشغل لنا وقتنا وتاخد من وقتنا ومجهودنا. طبعا دي حاجه كويسه جدا المشكله دي اتحلت. فانا اعتقد انه الجاب اللي موجوده في سبتمبر مفترض يعني زي ما تم الاعلان من اتحاد الكوره انه هيتم استغلالها عشان تنتهي المسابقه قبل يوم 20، وبالتالي يبقى في عداله. ده في المقام الاول، العداله في وصول الفرق التي تستحق بناء على ادائها في الموسم الحالي او في المسابقات الحاليه ل مشاركتها في البطولة المقبلة إن شاء الله. وفي نفس الإطار خليني أكلم حضراتكم برضو عن اللجنة الخماسية. يمكن الحقيقة في مصدر داخل اللجنة كان كشف أنه اللجنة ما عندهاش أي مانع فيما يتعلق بإقامة الانتخابات، انتخابات الجبلية أو انتخابات اتحاد الكورة لمدة 4 سنوات بناء على طلب الفيفا. لكن في نفس الوقت الخطوة دي على لسان المصدر هتكون بمثابة مخاطرة. ليه بقى؟ لانه بنود القانون المصري بتنص على اقامه انتخابات الاتحادات بعد نهايه الدوره الاولمبيه، ودي تاجلت لمده عام. حضراتكم عارفين انه اولمبياد السنه دي كانت المفروض تتلعب في طوكيو 2020، بس بسبب ازمه كورونا اتاجلت سنه، وبالتالي هتقام في 2021 بدل من العام الحالي بسبب طبعا اجراءات مواجهه كورونا في العالم كله. نفس المصدر قال في تصريحات صحفيه انه الخطوه دي هتعرض الانتخابات للبطلان حال انه تم رفع دعوى قضائيه، وتركت اللجنه الخماسيه للاتحاد الدولي حريه تقييم الموقف وحسم بقى مساله اجراء الانتخابات من عدمها في نهايه مده عمل اللجنه بعد ما تم المد ليها اكستنشن كده لمده شهرين لغايه يوم 30 نوفمبر المقبل. هتتم الانتخابات لمده 4 سنين، الكره في ملعب الفيفا يعني من الاخر كده، لانه الاتحاد شايف انه اذا تم تاجيل او اذا كانت الانتخابات بعد سنه الاولمبياد ده معناه انه في حال رفع قضيه ما من الممكن انه يتم الحكم ببطلان هذه الانتخابات. صحيفة تايمز البريطانية قالت النهاردة في تقرير ليها أن الفرنسي كيليان امبابي نجم باريس سان جيرمان طلب خلاص ان هو يرحل عن الفريق في الصيف اللي جاي، وقالت كمان ان مبابي اتكلم مع المديرين بان هو عايز يلعب موسم اضافي مع سان جيرمان عشان يمنح النادي خلاص بقى فرصه اخيره ان هو يحصل على اموال من صفقه بيعه. طبعا الصحيفه البريطانيه كمان قالت ان مبابي بيخطط للانتقال المفاجئ للدوري الانجليزي او الدوري الاسباني، وان هو مهتم باللعب مانشستر يونايتد، وكمان اعلن قبل كده اعجابه بالليفربول ومدربه يورجن كلوب. تايمز كمان قالت ان ريال مدريد بيوفر الاموال في الميركاتو ده
علشان ينفقها في الصيف اللي جاي على صفقة امبابي. الحقيقة أنه يمكن زيدان مدرب ريال مدريد اتكلم كذا مرة قبل كده عن إعجابه بامبابي وعن قد إيه هو عايز يشوفه معاه في ريال مدريد، إعجابه الشخصي بيه وإعجابه الفني في الملعب، والكلام كله بيتقال أنه بيتم توفير الأموال في الميركاتو ده يا أحمد في ريال مدريد علشان يتصرف على صفقة امبابي الصيف الجاي، وكمان هالاند من بروسيا دورتموند. هالاند واحد من أقوى المهاجمين الواعدين في العالم كله الحقيقة، واعتقد انه قدم اوراق اعتماده مع بروسيا دورتموند، مهاجم بمواصفات مثاليه. تخيلي انه المهاجم ده يعني كراس حربه نمره 9 جوه الصندوق مع طرفين اثنين زي صلاح ومبابي. انا بعتقد ان احنا بنتكلم على مثلث رعب جديد من الممكن ان هو يسيطر على العالم كله. على كل الاحوال صلاح، النني، كوكا وغيرهم من اللعيبه المحترفين هيكونوا موضع حديثنا في السادسة، بس بعد ما نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية.